طبعا ابارك لكل جمهور قريه الشعب بحلول السنه الرابعه لحلبه التزلج. اكتسبنا خبرات كثيره في الاربع سنوات هذه، الخبرات هذه بتفيدنا نحن كمنظمين او كمشغلين للحلبه. طبعا الفائده ما بتضم عنا نحن، بتضم لكم انتم بعد. فاتمنى ان خدماتنا في قريه الشعب وخصوصا في حلبة التزلج تنال إعجابكم، وأنا أقول إن شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية بتحصلون شيء مختلف تماماً عن المرات اللي طافت، لسبب شراكة الاستراتيجي اللي صارت بيننا نحن وبين نادي الإمارات للتزلج، بيعطينا نحن دفعة أمامية للأفضل، والله يوفق وشكراً جزيلاً. Thank you.